عدلان قديورة، خاطر نعرف عدلان انا نتكلم على عدلان قديورة لما كانوا ينتقدوا فيه، انا نعرف هذا البوست هذايا واش لازم له، واش معناتها راه سنتينيل، سنتينيل عساس باللغة العربية اللي يعس بين الدفاع ووسط الميدان يعس، خلي ما يخليش الدونجي يلحق لا ديفونس تاعنا. كاين شروط توفر في هذا البوست هذايا، بن طالب توفر فيه الشروط هذوما عكس زروقي. اليوم الناخب الوطني راهو غير مقتنع بالدور تاع زروقي في وسط الميدان. اليوم بن طالب هذا اللاعب هذا عنده كاريزما، رضوان عنده اون بيرسوناليتي في التيران، نعرفوها كاش عامل بن طالب. هذا اللاعب هذا ينجم يكون قائد مجموعه، ماشي قائد فنيه، نتفاهموا، ينجم يكون قائد تاع المجموعه هذه، يعني في داخل الوطن ولا خارج الوطن. هذا اللاعب دائما حاضر في الصراعات مع اللاعبين اللي لعبوا ضده. يبقى بن طالب انا بالنسبه ليا وتكلمت عليه قبل المقابله تاع الكاميرون، كنت نتمنى نشوف هذا اللاعب يولي لهذا المكان، لان كما قلت لك على الشروط، ما نجيبش نقول لك شروط قلتهم ديجا من قبل، كاين عده شروط تتوفر فيه، ونظن باللي راح اذا لعب في هذا المكان هذايا راح يكون هو وبن ناصر قوه ضاربه للمنتخب الوطني.